نصيحة المثمر، ناخذ العبرة من الخبرة. مشرف على اقليم ابن ملال، فكنتواجدوا اليوم بجماعه ديال صنقط، بالضبط في الضيعه ديال سي حدو اوريشان، خاصه بزراعه الزيتون. فاليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على التسميد ديال العمق ديال شجر الزيتون، فاعتمادا على التحاليل اللي قمنا بها ديال التربه ديالنا باش نتعرفوا على التركيبه المشخصه ديال الضيعه ديال سي حدو، فتمكنا اننا نحصلوا على النتيجه اللي التركيبه ديال سي حدو هي 14 12 15. فخذينا بعين الاعتبار الكثافة ديال الضيعة ديال سي حدو والمسافة بين الأشجار وبين الخطوط، فتمكنا أننا نعرفو الكمية اللي غادي تحتاج كل شجرة. فالكمية اللي غادي تحتاج كل شجرة من بعد ما قمنا بالعملية الحسابية هي كيلو و700 بعد ما عبرناها في الميزان. فغادي نمرو دابا باش غادي نقومو بالعملية ديال تسميد لهاد الشجرة ديالنا. فكما كتشوفوا بعد ما قمنا بعمليه ديال التحويض، فكنرشوا على كندوروا السماد ديالنا على الشجره كامله، على الحوض كامل، ومن بعد غادي ندوزوا العمليه ديال كما كيسموها الفلاحات التكربيل، اننا غادي نكربلو لونغري مع التراب باش يدخل هكايا في التركيبه ديال باش يدخل مزيان مع التراب. ومن بعد ما نقومو بهاد العمليه هذه، فغادي ندوزو اننا غادي نصحيو ان شاء الله الشجره ديالنا. فكيف ما كتشوفوا معنا، هذه عمليه ديال التكربيل ديال التراب ديالنا باش لونغري يدخل مزيان مع التراب ويذوب باش النبته تقدر تستافد منه. ودابا كندوزو المرحله ديال السقي من بعد ما قبدا عطينا الشجره لونغري ديالها، فكنمروا العمليه ديال السقي كيف ما كتشوفوا معنا، السقي بالربطه.